إسرائيل ستمثل أمام المحكمة. شو منعرف عن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب أفريقيا؟ تعقد محكمة العدل الدولية هيدا الأسبوع جلسات للنظر بقضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحرب غزة، وبتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية. بتقول جنوب أفريقيا بالدعوة المؤلفة من 84 صفحة إنه أفعال إسرائيل وقتل الفلسطينيين تعتبر ذات طابع إبادة جماعية. وذكرت الدعوة أيضاً إنه إسرائيل فشلت بمنع هيدي الإبادة وفشلت بمقاضات التحريض المباشر والعلني عليها. طب شو كان رد إسرائيل؟ وصفت إسرائيل الاتهام بأنه ما إله أساس، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أنه الاتهام السخيف اللي بتوجهه جنوب أفريقيا يهدف إلى إثارة الكراهية القاتلة لليهود. وقالت إسرائيل أنها رح تمثل أمام المحكمة لعرض قضيتها الأسبوع المقبل. من المقرر أنه تعقد الجلسات يومي 11 و12 كانون الثاني. يعد طلب جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة لتدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين بغزة خطوة أولى بقضية رح تستغرق عدة سنوات لتنتهي.